عصرة الأخبار من بيروت اليوم، أهلا بكم. إليكم أبرز العناوين. الأسد سوريا أمام حالة حرب وتصد عدوانا خارجيا شرسا، ونحن مع الحل السياسي لكننا لم نجد الشريك، وأي مرحلة انتقالية يجب أن تتم عبر الوسائل الدستورية. نتنياهو نحن قلقون من السلاح الكيميائي في سوريا بسبب ضعف النظام، وننسق استخباراتنا مع واشنطن ودول أخرى لمواجهة هذا الخطر. أهالي مجموعة تل كلخ يعتصمون عند نقطة العريضة ويهددون بإغلاق الحدود وبطرد السفير السوري إن لم تتم إعادة ذويهم. الثلج يفرش بساطه الأبيض على جبال لبنان، والعاصفة تشتد في الساعات المقبلة. عدوان 14 أذار اجتمعت في الساعات الماضية ونسقت مواقفها حيال قانون الانتخاب، والقوات ستفعل كل ما بوسعها للانتهاء من قانون الستين. بين خطابه الأخير مطلع حزيران الماضي وخطابه اليوم، خرج الرئيس السوري بشار الأسد عن الخطاب الوجداني والتعبوي إلى خطاب حمل ما أسماها مبادرة للحل. أكثر من ساعة فصل فيها الأسد حلا يبدأ بوقف العمليات العسكرية وتشكيل حكومة جديدة وفق دستور جديد تمهد لمؤتمر مصالحة وطنية، مؤكدا أن الحرب في سوريا هي بين الشعب وحفنة من الإرهابيين يحملون فكر القاعدة. خطاب الحل في سوريا قبله تأجيل الحلول في لبنان. لا حوار وطنيا غدا ولا قانون انتخاب جديدا بعد. ضبابية تخيم على المشهد المحلي. وحدها العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان حملت بشائر بيضاء. البداية من خطاب الرئيس السوري. في أول خطاب مباشر له منذ 7 أشهر أطل الرئيس السوري بشار الأسد من دار الأسد للثقافة والفنون وسط دمشق، ليجدد التأكيد على أن الصراع في سوريا هو صراع بين الوطن وأعدائه وبين الشعب وحفنة من المجرمين. الرئيس السوري أوضح أن الثورة بحاجة إلى مفكرين وقادة، مشيرا إلى أن النظام يقاتل الذين يحملون فكر القاعدة والإرهابيين، داعيا إلى الوحدة لمواجهة الإرهاب. ليست معارضة وموالاة ولا جيشا مقابل عصابات وقتلة فحسب. نحن الآن أمام حالة حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. نحن الآن نصد عدوانا خارجيا شرسا بشكل جديد، وهذا النوع من الحروب هو أشد فتكا وأكبر خطرا من الحروب التقليدية، لأنها لا تستخدم أدواتها لضربنا بل تجيرنا نحن لتنفيذ مشاريعها. وإذا اعتبر الأسد أن العبارات ذات المنحى الربيعي ليست إلا فقاعات صابون ستختفي، تطرق إلى الحوار سائلا: مع من نتحاور؟ هل نتحاور مع أصحاب الفكر المتطرف؟ نحاور دما رسمها الغرب وصنعها وكتب نصوص أدوارها. عندها الأولى أن نحاور الأصيل لا البديل. نحاور من شكلها لا من يقوم بتأدية الأدوار المكتوبة له على خشبات المسارح الدولية. نحاور السيد لا العبد. وشدد الرئيس السوري على أن الحل السياسي في سوريا يكون بوقف التمويل والتسليح لكل المجموعات المسلحة بالتوازي مع وقف العمليات العسكرية، وقال إن جهات خارجية تريد تدمير سوريا لكننا أقوى ونعدهم بأننا لن ننسى. تبدأ الحكومة القائمة مباشرة بإجراء اتصالات مكثفة مع كافة أطياف المجتمع السوري بأحزابه وهيئاته لإدارة حوارات مفتوحة لعقد مؤتمر للحوار الوطني تشارك فيه كل القوى الراغبة بحل في سوريا من داخل البلاد وخارجها. ثانياً، عقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية وإصدار عفو عام عن المعتقلين بسبب الأحداث مع الاحتفاظ بالحقوق المدنية لأصحابها. الكلمة التي استمرت أكثر من ساعة أكد في ختامها الأسد أن أي مبادرة تطرح للحل يجب أن تستند إلى الرؤية السورية، لافتا إلى أنهم ليسوا بحاجة إلى مساعدة، وقال من يريد مساعدة سوريا عليه وقف إدخال المسلحين والسلاح والإرهاب إليها.
والإضاءة على مواقف الرئيس الأسد والتعليق عليها. ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة. أستاذ بشارة أهلا بك. المبادرة التي قدمها الأسد تقوم بشكل أولي على مبادرة جنيف التي سبق أن رفضها طرفي النزاوة وتحديدا المعارضة. هل تقرأ أي حل في هذه المبادرة؟ أن الواضح أن الرئيس السوري بشار الأسد يحاول أن يقدم مبادرة روسية مغلفة بنكهة رسمية، نكهة النظام السوري، ولكن مع محاولة تجويف مبادرة جنيف كما يفهمها الروس وكما يعلنوها. بالتالي هو يطرح استمرار مكافحة ما سماه بالإرهاب، ويطرح أيضا أنه يقاوم تدخلا خارجيا في سوريا، مع العلم أن كل الوقائع منذ سنتين وإلى اليوم تشير إلى أن العكس هو الصحيح. بشار الأسد يقاتل شعبا بكامله في سوريا، وبالتالي مع هذه المحاولة بالنكهة المتجددة وغير الجديدة في الخطاب يحاول أن يكون جزءا من الحل في المرحلة الانتقالية، أو يستبق أي مبادرة دولية ستأتي حتما. أعتقد أن التطورات على الأرض والوقائع الميدانية هي التي ستحدد إذا كان سيكون الأسد جزءا من الحل أو خارج الحل. إلى الآن الرئيس السوري الذي يطرح تحدي مقاومة الإرهاب كما يسميه لم يستطع أن يحقق أي خطوات أساسية منذ سنتين وإلى الآن. هو يخسر مناطق في الشمال، يقاتل في دمشق وريفها، ولا أعتقد أن الأمور تتجه لصالح النظام في سوريا. المحلل السياسي أسعد بشارة شكرا جزيلا لك. وبتزامن مع كلمة الرئيس السوري أطلقت العايرة النارية في الهواء في منطقة جبل محسن، الأمر الذي خلق حالا من التوتر في التباني التي خلت الحركة فيها عند شارع سوريا. في الميدان السوري تعرضت بلدة بيت سحم في ريف دمشق للقصف من القوات النظامية بعد قصف ليلي على مدينتي دوما ودارية. هذا وتحاول القوات النظامية فرض سيطرتها الكاملة على دارية وتستقدم بشكل مستمر تعزيزات لذلك، وتمكنت من تعزيز بعض مواقعها عند أطراف المدينة. وفي مدينة دير الزور دارت اشتباكات في محيط فرع الأمن السياسي بعد منتصف ليل السبت الأحد رافقها قصف من القوات النظامية على أحياء مدنية في المدينة. أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قلقة من مسألة السلاح الكيميائي في سوريا بسبب ضعف النظام، مشيرا إلى تنسيق الاستخبارات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة لمواجهة هذا الخطر. وأشار في جلسة الحكومة الإسرائيلية إلى أنه ينوي بناء سياج حدودي خاص مثل السياج على الحدود المصرية لمواجهة خطر إرهاب الجهاد العالمي الذي يسيطر على الجانب السوري في الجولان بعد انسحاب الجيش السوري من هناك، على حد قول نتنياهو. أهالي مجموعة مكمن تلكلخ يعتصمون عند معبر العريضة ويهددون بإغلاق الحدود وطرد السفير السوري. مراسل ام تي في جوني تانيوس جال على المنطقة الحدودية في شمال لبنان وعاد بهذا التقرير. تحدوا الطقس العاصف والأمطار الغزيرة وتوجهوا إلى حيث اعتادوا أن يتسلموا جثث أبنائهم في الأسابيع الأخيرة. إنهم أهالي ضحايا مكمن تلكلخ الذين نفذوا صباح الأحد اعتصاما رمزيا عند معبر العريضة الحدودي. المشاركون رفعوا اللافتات المطالبة بتسليم الأسيرين لدى السلطات السورية حسان سرور ومحمد الرفاعي وبكشف مصير من تبقى من أعضاء المجموعة. وفي ظل انتشار لعناصر الأمن العام وقوى الأمن الداخلي حمل المعتصمون على السلطة التي لم تقم بأي جهد وقفزت فوق كل الكرامات وسمحت لسفير الحقد والإجرام كما سموه بإطلاق تصريحات تستفز اللبنانيين. إن لم تطلقوا صراحة حسان سرور من بلادكم بلاد الظلم، من سلطتكم سلطة الظلم، إن لم تطلقوا صراحة وتخلوا سبيله في العاجل فانتظروا منا إغلاق الحدود أمام شبيحتكم. انتظروا منا إغلاق الحدود وعلى كافة المعابر أمام شبيحتكم، وسنزحف بإذن الله بعد ذلك إلى معقلكم ومقركم أينما كنتم لطردكم من ديارنا. المحامي علي الغول تحدث عن الناحية القانونية من القضية جازما أن الجميع يعلم من هو المجرم الحقيقي. سنة 1989 وقع لبنان اتفاق تنسيق وأخوة، ومن هذا الاتفاق
وفي المادة الرابعة يفرض التسليم إذا ارتكب الجرم في الأراضي التابعة للدولة المطلوب إليها التسليم. فإننا نطالب النظام السوري الغاشم بتسليمنا الأسرى، وذلك تطبيقاً لاتفاقية جنيف. وكون الكمين الذي نصب للشهداء والأسرى حصل على الأراضي اللبنانية. وشدد المعتصمون على أن ما قامت به السلطات السورية جريمة موصوفة يجب المعاقبة عليها، متهمين الحكومة بالتواطؤ عليهم ودعم النظام السوري ومساعدته. رأت مصادر الجيش السوري الحر في التعبير التي استخدمها الوزير جبران باسيل في مؤتمره الصحفي بحق اللاجئين السوريين انكشافا لمحور المخادعة ولمرتزقته وأقزامه. المصادر أضافت لصحيفة الشرق الأوسط أن باسيل سيحاكم هو وأسياده في طهران إلى دمشق فبيروت على كل ما فعلوه بحق الشعبين اللبناني والسوري خلال 40 عاما من القتل والحقد وزرع الفتنة والعنصرية والطائفية. بدوره رد النائب عمار حوري على مؤتمر باسيل واصفا إياه بوزير العتمة والصفقات المشبوهة، معتبرا أن ثرثرة باسيل الجديدة تجعله ينفرد بلقب العنصري الأول في لبنان. حوري اعتبر أن باسيل يملك قلبا أسود ومنطقا أعمى يعكسان فشله في كل شيء، بما في ذلك الفشل في كل المحاولات في الوصول إلى عضوية مجلس بلدية البترون أو في الوصول إلى الندوة النيابية. وطالب حوري باسيل بالتوجه إلى حليفه المسلح في لبنان ليطلب منه التوقف عن إرسال من يتعاونون مع النظام في قتل الشعب السوري، وختم متوجها إلى الشعب السوري قائلا: لا تؤاخذون بما يقول بعض السفهاء منا. السفير الإيراني يزور النائب طلال إرسلان عارضا مبادرة بلاده لحل الأزمة السورية، وإرسلان يصفها بالواقعية والدقيقة. إلى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير السابق طلال إرسلان حمل السفير الإيراني غضنف الركن أبادي مبادرة بلاده لحل الأزمة السورية. وبعد لقاء حضره الوزير مروان خير الدين ومسؤولين في الحزب الديمقراطي إلى جانب مسؤولين في السفارة الإيرانية، جدد أبادي التشديد على أن العمليات العسكرية وصلت إلى حائط مسدود، وبالتالي لابد من مبادرة تقوم على وقف العنف وإطلاق الحوار. في إطار هذه المبادرة نحن قمنا أول اجتماع للحوار الوطني للمعارضة والموالاة في طهران، والاجتماع الثاني سيعقد قريبا في دمشق. وبما أن الكثير من الأطراف الدولية وكثير من الأطراف الإقليمية والتيارات والأطراف السياسية يركزون ويؤيدون على الحل السياسي، فنحن نأمل أن نصل إلى نتيجة مرجوة لهذه المبادرة. إرسلان من جانبه أكد الحل السياسي في سوريا واصفا المبادرة الإيرانية بالواقعية والدقيقة. وهذا ما يؤكد على أهمية الدور الإيراني في المنطقة، وهذا ما أكدنا عليه منذ أكثر من 7-8 سنوات ونحن نتكلم في هذا الصدد، بأن لا يمكن أن يتم أي شيء على مستوى المنطقة بتجاهل الدور الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في التوازن الحقيقي الحاصل على مستوى المنطقة الإقليمية ككل، وخاصة على المستوى في سوريا ولبنان. هذا واستبقى إرسلان السفير الإيراني إلى مأدبة العشاء. أحبطت دائرة المسافرين في جمارك مطار بيروت بعد ظهر السبت محاولة إدخال أجهزة اتصالات موصولة بالأقمار الاصطناعية بحوزة أحد السوريين القادمين من تركيا ويدعى خليل حاء صاد، وعلى الفور تم توقيفه مع المضبوطات وسلم إلى الشرطة العسكرية. العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان فرشت بساطها الأبيض على سفوح جباله. تنضم إلينا من منطقة كفاذبيان الزميلة هنادي رحمي. هنادي، كيف الطقس عندك؟ يعني طقس بارد جدا جيسيكا، الحرارة هنا تصل إلى الصفر أو ربما إلى درجة أو درجتين تحت الصفر هنا في منطقة كفاردبيان الكسروانية. هذا طبعا يعني وسط اهتمام وتنسيق دائم بين القوى الأمنية، عناصر القوى الأمنية، عناصر الدفاع المدني وكل البلديات في المناطق الجبلية من أجل مساعدة المواطنين وتقديم العون اللازم لهم في حال أي عطل يطرأ على سياراتهم أو أي نوع من الأعطال التقنية التي يمكن أن يتعرضوا لها عند الطرقات الجبلية.
جيسيكا، نحن صحيح الآن موجودون يعني في منطقة كسروان، ولكن بات لدينا فكرة عامة عن أوضاع المناطق، كافة المناطق الجبلية في مختلف الأمكنة. مثلا هناك طريق ترشيش زحلة، أيضا طريق فريع عيون السمان وطريق الأرز، كلها طرقات سالكة فقط للسيارات المجهزة بالسلاسل المعدنية، حالها حال أيضا طريق ظهر البيدر التي لا تزال سالكة بشكل طبيعي، ولكن من الأفضل أن تكون السيارات المارة فيها أن تكون مجهزة بالسلاسل المعدنية. أما بالنسبة إلى الطرقات التي باتت مقفلة بشكل كامل، هناك طريق عينات الأرز، هناك طريق معاصر الشوف كفرية، طريق تنورين اللألؤ، وطريق عيون السمان لناحية حدث بعلبك. إذن في هذه الأثناء هناك أمطار عادية تتساقط منذ بعض الوقت، كانت تتساقط الثلوج هنا في المنطقة وأيضا في مختلف المناطق. حاليا إذن القوى الأمنية تؤكد أن الأوضاع لا تزال جيدة، والقوى الأمنية لا يزال بإمكانها السيطرة على كل الطرقات. هناك تخوف من أن يصبح الطقس يعني أكثر صعوبة ربما في فترة ما بعد الظهر، ولكن هناك جهوزية تامة للمسؤولين. أيضا نحن نلحظ حركة ناشطة للآليات التابعة للبلديات والآليات التابعة لوزارة الأشغال العامة التي تقوم يعني على مدار الساعة بجرف الثلوج عن الطرقات لكي لا تقفل. إذن هذا بشكل عام جيسيكا وضع العاصفة ووضع الثلوج في المناطق الجبلية. هنادي شكرا لك على هذه الرسالة مباشرة من كفر ديبيان. المزيد عن أحوال الطقس في الأيام المقبلة مع ميشيل حداد. الاعتماد اللبناني مصرفك لكل الفصول. مرحبا. سقعة، شتي، هواء قوي، تلج وأجواء عاصفة بامتياز. هيدا طقسنا اليوم وبالأيام اللي جاي كمان. العاصفة الواصلة لعنا من أوروبا وبالتحديد من روسيا رح تكفي معنا بالأسبوع اللي جاي، ونحن بنشرة الطقس رح نخبركن عن تفاصيلها يوميا بنشراتنا. اتجاه رياح جنوبي لجنوبي غربي، الحرارة على الساحل بتسجل أقصاها 16 درجة، على المرتفعات بتتراوح بين 0 و 11، أما بالداخل فبتتراوح درجات الحرارة بين 10 و 12 درجة. رطوبة عالية على الساحل، الهواء قوي، البحر مائج، والجو غائم وممطر مع انخفاض بدرجات الحرارة وتلج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، بيوصل لارتفاعات أقل بفترة الليل. جولة من الجو بتاخدنا فوق بعض المناطق وادي علي اللبنانية لنشوف كيف طقسها لنهار الأحد، ومنبلش جولتنا من العوينات مع 11 درجة، 0 بحصرون، دوما 3 درجات، درجتين بكفر دبيان، كفر عقاب 8، 11 بدير القمر، ننتقل لصيدا والصور 15 درجة، مثل ما عم تشوفوا الجو ممطر بكل المناطق وتساقط للثلوج، مجد العنجر 10 درجات كمان بتربول، والختام بدير الأحمر والأعمى 11 درجة. لمحة سريعة عن طقس اليوم والثلاث أيام اللي جايين. اليوم الأحد مثل ما قلنا الجو ممطر وتساقط ثلوج على ارتفاع 1300 متر، بتتابع العاصفة 2، 3 و 4، وعم بتشوفوا انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة، ونهار الأربعة بتنخفض لتوصل ل 12 درجة أقصاها. أجواء العيد بعدها مستمرة على الام تي في، ونحن بعدنا عم نعرض صوركن يلي وصلت لنا على يو ريبورت على ويب سايت الام تي في والام تي في اب. أما الصور الثلاثة يلي اخترناها اليوم فهي لجورج سليمان، الصورة الثانية هي لمارتا الحاج، أما الصورة الثالثة والأخيرة فوصلت لنا من ماري لي نعمة. لتعرفوا كل أخبار الطقس والعاصفة تابعوا نشراتنا الثلاثة يوميا خلال نشرات أخبار الام تي في، وأنا بلاقيكم الليلة بآخر نشرة 8 إلا 8. بعد الإعلان الراعي، الأمن لا يكون تحت رحمة السلاح.
عصباك الغد يبدأ الآن. الو اي بيب بيب عم تتسلى بلاي عالي مشاوي الشباب يعني شو النوم ولو يا بيب عم تقطع ثانية ما فكر فيك أنا مين بحب؟ إنه لما التليفون يكون ملغوم ممنوع يفقع فيك مع باز خلي الجو العام اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن المسيحيين محكومون بالحوار ولا يمكن لهم أن يتشبهوا بالمسيح الذي اعتمد الحوار سبيلا لحل الكثير من المعضلات. الراعي وفي قداس الدنح طالب أن يكون السلاح محصورا في يد الدولة اللبنانية، مشيرا إلى أنه من حق اللبنانيين أن تكون لهم حكومة قادرة وفاعلة. وناشد الراعي المسؤولين وضع قانون جديد عادل للانتخابات يضمن حق الاقتراع الحر. من حق اللبنانيين أن يعيشوا الأمن لا بالتراضي ولا تحت رحمة السلاح الثقيل والخفيف الذي هو خارج سلطة الدولة، بل أن يكون هذا السلاح محصورا في الجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية الدستورية التي وحدها تضمن الأمن الثابت والعادل. فمن حق اللبنانيين جميعا أن تقوم حكومة قادرة وفاعلة تبني الوحدة وتحقق المصالحة الوطنية، وأن يوضع قانون جديد للانتخابات عادل ومنصف. إن لبنان بحكم تكوينه ونسيجه الاجتماعي المتنوع يمتاز بأنه وطن الحوار في الأساس. ثمة مقولة أصبحت ثابتة لبنانية تقول إن اللبنانيين محكومون بالحوار، وبسبب انقطاعه اليوم نحن مهددون بالعودة إلى الماضي، ونشهد في كل حال شللا في الحياة السياسية والاقتصادية وفي السياحة والتجارة وتفشي الفساد والعنف والسلاح. رحب كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس أرام الأول خلال ترأسه قداس عيدي البلاد والأغطاس في كاتدرائية الأرمن في أنطلياس بجهود وإصرار الرئيس ميشيل سليمان المستمرة لتفعيل الحوار وللوصول إلى تفاهم، داعيا اللبنانيين إلى الابتعاد عن محاولات خلق الحساسيات الداخلية في الظروف المصيرية التي يمر بها لبنان والمنطقة. وأكد أرام الأول أن مطالب الشعوب محقة، ووجود المسيحيين في الشرق الأوسط ليس وليد صدفة، كما ليس ظاهرة هامشية أو مؤقتة، بل هو جزء لا يتجزأ من ثقافة المنطقة وتاريخها. كشف نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أن اجتماعا عقد في الساعات الأخيرة ضم ممثلين عن تيار المستقبل وحزبي الكتائب والقوات اتفقوا خلاله على طرح قانون 50 دائرة، مع التأكيد على انفتاحهم لمناقشة كل القوانين المطروحة. عدوان شدد للنهار على أن حزبه سيفعل كل ما يستطيع للانتهاء من قانون 60، جازما بأن هذا القانون لن يبقى، ومؤكدا أن الكنيسة المارونية تقوم بمسعى لتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء المسيحيين حيال قانون الانتخاب. أشار النائب وليد جملاط إلى أن اللقاء ليلة الجمعة مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في قصر بعبدة كان مناسبة لتقويم الوضعين اللبناني والعربي. جملاط وفي حديث للحياة أكد أن البحث تناول التفتيش عن الوسائل الكفيلة للخروج من المأزق السياسي في البلاد طالما أن الحوار متوقف.
كشف النائب ميشيل المر أنه كان مستعدا لحضور جولة الحوار غدا، لكن الحوار متروك لرئيس الجمهورية. وفي دعم قوي لموقف سليمان، أكد المر للنهار أنه لا يوافق الذين يعلنون مقاطعة الحوار بسبب بقاء الحكومة، مشددا في المقابل على ضرورة تغيير هذه الحكومة لأن الاستمرار فيها يعرض لبنان للأزمات المستمرة والمشاكل الأمنية، ويبقي الأزمة السياسية والاقتصادية والمعيشية على حالها. كيف تبدو الأجواء في قرية بريح شوفية بعد إزالة بيت الضيعة القديم؟ وهل باتت عودة المسيحيين إليها قريبة؟ تقرير لهيثم خوند. فوق هذا الركام في ساحة بلدة بريح الشوفية كان يقف منذ أيام قليلة بيت الضيعة، الذي شكل وجوده فوق أرض للمسيحيين ذكرى جرح نازف على مدى أكثر من 30 عاما. اليوم بعد إزالة التعدي أصبح جرح بريح على قاب قوسين أو أدنى من أن يندمل بمبادرة ثلاثية من رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط والبطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي، فتحت الباب أمام عودة آخر مهجري الحرب إلى قريتهم. مبادرة جيدة جدا وتطوي صفحة من المشاكل في الجبل. بدي أقول لأهل بريح المقيمين إنه ما في حل إلا إنه نلتقي وهذا قرارنا. المقيمون الدروز ضحوا ببيت الضيعة القديم من أجل إعادة اللحمة إلى قريتهم المشتتة منذ زمن، وهم يأملون في عودة مسيحية سريعة تعيد الحياة إلى قرية عانت الأمرين. الخطوة اللي صارت آخر شيء يعني كان وصلنا لمرحلة كان البيت بشكل عقبة بوجه المصالحة، فكان لابد من إزالة العقبة. فقبل إزالتها كان بجهود فخامة الرئيس، بجهود وليد بايك، وجهود وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين، تم تشييد بناء آخر للمقيمين. ومن بعد تم تشييد هالبناء صار إزالة البيت القديم اللي هو أساسا مخالف من أخطاء الحرب سميناها، كان طبيعي أنه تنزل، وبالتالي راحت العقبة الرئيسية بوجه المصالح. إن شاء الله أنه نحن كأهل بريح من الفريقين دروز ومسيحيين نكون تعلمنا من اللي صار ونكون أوعى أكثر لمصلحة بلدنا. ما انقطعش العلاقة 100% معهم، وهي ضيعة ضيعتهم، ونحن متمنيين يرجعوا لحتى ترجع تزدهر وتنمى، لأنه بالنهاية في جزء من هالضيعة مشلول. فلا متمنى أقرب وقت يرجعوا. إن شاء الله حنفتح صفحة جديدة وننسى الماضي ونعيش كلنا، بالنهاية نحن أهل ضيعة واحدة يعني، وحنعيش كلنا بسلام. بريح تنتظر إذن نصفها الغائب منذ 30 عاما، وأولى بشائر العودة ستكون بحسب ما علمت الام تي في في مهرجان ضخم قد يقام في نهاية الأسبوع المقبل، يحضره كل من الرئيس سليمان والنائب جملاط والبطريرك الراعي، يكرسون فيه آخر المصالحات في شوفي جبل لبنان. في التقرير الخاص، ملاجئ لبنان القديمة تحولت مستودعات مهملة، فأين يحتمي المواطنون في حال اندلاع أي حرب جديدة؟ عند انتهاء الحرب اللبنانية إذانا بدخول لبنان جمهورية الطائف، خرج اللبنانيون من الملاجئ لتصبح تلك الإقامة الطويلة مجرد ذكرى بشعة عن حرب يتمنى الجميع أن تكون ولت إلى غير رجعة. بتذكر أيام الحرب المشؤومة اللي ريتها ما تنعاد ولا بشكل ولا على حدا. الملجأ أكيد كانت مثلا بنتي، كانت هيك شوي أكبر من البقوة من بقية الأولاد، عطيهم كانت عملت لهم مدرسة، عندها تلاميذ يجوا البناية كلها، الولاد البناية ولاد الجيران يجوا كلهم يتعلموا، كانت عملت لهم صف كامل. شو الأيام الملجية مصر كانت أيام حروب، وهالأيام هذه إذا بقت الأيام هيك على هذا العالم كله متخوفة، مش أنا بس، العالم كله خايف من الوضع. كنا نشوف المسجد، قاعدين بالمسجد تحت، ضرب وقتل وإذا بتنزل علينا قاعدين بالمسجد، ناكل خبز، نطلع نشرب قهوة ونيجي نشرب دخان مية ونلعب ورق. وكتر خير رب، ماشي الحال. إلا أن التهديدات الإسرائيلية المستمرة والحروب المتكررة في خلال سنوات السلم المفترض الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب الاحتقان الداخلي متأثرا بالتطورات الإقليمية، ذكرت اللبنانيين بزمن الملاجئ.
لكن هل لبنان مستعد لاستضافة حرب جديدة على أرضه، خصوصا بعدما تم تحويل الملاجئ بعد الحرب إلى مواقف سيارات ومستودعات مهملة بناء على أكثر من تشريع لم يعد يلزم ببناء الملاجئ مثل قانون 71/57، هذا القانون الذي بموجبه تم استبدال الملجأ برسم مالي للمباني المشيدة بعد عام 94. لبنان بحالة صراع مستمر مع إسرائيل، لا نعرف متى تبدأ الحرب ولا نعرف متى تنتهي. من هنا أهمية الملاجئ. هلأ عندما نتحدث عن الملاجئ، الملاجئ ضرورية والقانون يفرض هذا الموضوع. اليوم أنت تبني الملجأ من ضمن استراتيجية دفاعية، شو دور البلدية بالملاجئ؟ شو دور الإنذار المبكر يا خي؟ إذا إجا من إسرائيل صاروخ طول بعيد المدى، إسرائيل عندها بين 10 و 15 سكند يعني إنذار، بتقدر تنزل على الملجأ. عندك الوصول، عندك التأمين، عندك الإخلاء الصحي، عندك الاحتياط. هيدا مشروع هيثم طويل عريض، الدولة ما عم تفكر فيه أصلا. يعني أصلا الدولة ما عم تفكر بالكهرباء، ما عم تفكر بالماء. وفي موازاة أهمية بناء الملاجئ لردع الأخطار، تبقى هذه الخطوة ناقصة، خصوصا أن السلاح الجديد تخطى التقليدي بأشواط، وأصبحت القنابل الذكية قادرة على هدم مبان بكاملها، ما يجعل الملجأ التقليدي مقبرة جماعية، الأمر الذي يستوجب إنشاء ملاجئ نموذجية تتمتع بمواصفات عالمية تقاوم كافة احتمالات الأخطار كتلك التي بنتها سويسرا لمواطنيها. وإذا نظرنا حولنا فالنموذج نفسه يعتمده أيضا العدو الإسرائيلي. بعد الإعلان، احتجاز رهائن في كولورادو. أهلا بكم من جديد، تذكير بالعناوين. الأسد سوريا أمام حالة حرب وتصد عدوانا خارجيا شرسا، ونحن مع الحل السياسي لكننا لم نجد الشريك، وأي مرحلة انتقالية يجب أن تتم عبر الوسائل الدستورية. نتنياهو، نحن قلقون من السلاح الكيميائي في سوريا بسبب ضعف النظام، وننسق استخباراتنا مع واشنطن ودول أخرى لمواجهة هذا الخطر. أهالي مجموعة تل كلخ يعتصمون عند نقطة العريضة ويهددون بإغلاق الحدود وبطرد السفير السوري إن لم تتم إعادة ذويهم. الثلج يفرش بساطه الأبيض على جبال لبنان، والعاصفة تشتد في الساعات المقبلة. عدوان 14 أذار اجتمعت في الساعات الماضية ونسقت مواقفها حيال قانون الانتخاب، والقوات ستفعل كل ما بوسعها للانتهاء من قانون الستين. والآن إلى نجيب والأخبار الرياضية. هاي نجيب. هاي جيسيكا. شو حملنا أخبار؟ أخبار. في عنا أخبار كرة سلة طبعا من لبنان مع استمرار للأزمة، وأخبار دولية. إذا البداية رح بتكون مع الأخبار المحلية، من بعد ما كنا مبارح مع المؤتمر الصحفي للأستاذ وديع العبسي يلي أعلن من خلاله انسحابه وانسحاب السيد زياد عبس من إدارة ومن مجلس الأمنة في نادي الحكمة. اليوم رح نكون مع المؤتمر الصحفي للأستاذ عماد وكيم القيادي في القوات اللبنانية يلي بيشرح ملابسات المؤتمر الصحفي يلي عقده السيد وديع العبسي يلي طاول فيها على أستاذ وكيم، وأيضا اتطرق إلى بعض المواضيع الخاصة بالعقد الموقع أو الذي سيوقع بين القوات اللبنانية ونادي الحكمة. الموضوع الأساسي اللي ركز عليه الأستاذ وديع اللي هو لرفضه اللي عم بيصير هو إبعاد السياسة عن الملاعب. بداية اللي بيجيب مسؤول حزب بيحطه رئيس مجلس أمنا بنادي بالأشرفية، ممكن هو يكون مرشح على مقعد الأشرفية فيه، بيكون عم يشتغل سياسي، برأينا عم يشتغل سياسي. تجربة أنيبال مبينة، تجربة شانفيل مبينة، أنيبال وين كنا وين صرنا فيه، بس صار فيه خلاف بالسياسة بين المسؤولين السياسيين اللي كان بزحلة، بس اجت لجنة إدارية حتى جهدها وكدها على نادي الحكمة، وهم نادي الحكمة ومنا لجنة متمولة، بلشت تروح صوب وصوبنا صوب ناس تيجي تقدر تساعد نادي الحكمة. قبل ما كان بهالوضع نادي الحكمة،
يعني كانه عم نقول من وقت بريزيدان شوايري، وبعدين مدري وين راح نادي الحكمه واجا استاذ وديع عمل ما بينعمل. لا، في ناس مرقت، في رجال وقفت مع نادي الحكمه وسميتهم، وفي غيرهم كثير كمان مرقوا وعملوا وحطوا جهد وحطوا مصاري وساعدوا النادي، بس ما اشتغلوا سياسه بالنادي. النادي منه بحاجه لمال سياسي. وقلت انا راح نترجم هذا هالعقد البروتوكول والدعم المادي عبر شركات محترمه وشركات موجوده على الساحه اللبنانيه ومصارف تقدر تقف حد النادي. اكيد بالوجود المعنوي تبعنا راح توصل. اذا هذا كان المؤتمر الصحفي للسيد عماد وقيم للحديث تتم في الايام القليله المقبله. منتابع اخبارنا هلا ورح نكون مع الاخبار الدوليه، والبدايه رح بتكون مع البوبسلي ومع ابرز المنافسات اللي كانت عم بتصير امبارح بالمانيا. الابرز كانت بالبوبسلي عند رجال لشخصين. هون عم نشوف المنافسات اللي كانت عم بتصير على حلبة ألتنبرغ. الالمان حققوا ثلاثيه تاريخيه. نحن نعرف انه صراع قوي جدا بين الالمان والسويسريه والكنديه في هذه الرياضه، لان هون وعلى ارضهم الالمان قدروا يحتلوا المراكز الثلاث الاولى، وبالتالي ياكدوا للجميع انهم الافضل والاقوى في كاس العالم لموسم 2012-2013. منتابع اخبارنا وهلا رح نكون مع التنس ومع فينال دوره قطر اوبن يلي كانت عم تصير بمجمع خليفه الرياضي في الدوحه. وهون عم نشوف المباراه النهائيه بين الفرنسي ريشار غاسكي والروسي نيكولاي دافيدينكو يلي كان مستعد للفوز وما كان خسر ولا ست بطريقه للوصول للمباراه النهائيه. بلش المباراه بكل قوه، ربح المجموعه الاولى 6-3، الا انه على التاي بريك بالمجموعه الثانيه الفرنسي كان افضل واقوى، ربحها 7-4، عادل النقاط وربح المجموعه الثالثه 6-3 تيقبض بالنهايه مبلغ 177,000 دولار ويحصل على 250 نقطة بالترتيب التقني للـ ATP تور، وأيضا يحصل على كأس مميز جدا النصر الذهبي يلي هي الشارة المميزة لدورة الدوحة بقطر. هلا رح نكون بالختام مع اخبار كرة القدم وتحديدا مع وحدة من ابرز المباريات يلي كانت عم بتصير امبارح بكأس انجلترا. مباراة كانت عم تجمع بويست هام، ويست هام مع مانشستر يونايتد. المان يونايتد بيفتتح التسجيل بواسطة توم كليفرتي. جيمس كولينز بيعادل النقاط بعد 3 دقائق على الأد، وعلى نتيجة بينتهي الشوط الأول. بالشوط الثاني جيمس كولينز أيضا بيسجل هدف، التقدم بيكون لويست هام اللي كان قريب جدا من الفوز بهالمباراة، لأنه باللحظات الأخيرة روبن فان بيرسي بيسجل الهدف الثاني لمان يونايتد من بعد توم كليفرلي، وبالتالي تعادل بالنقاط 2-2. رح بيكون في مباراة لأنه بكأس إنجلترا ما في تمديد للوقت. هذا كان كل شيء، عودة لكم. شكرا. في مصر يؤدي 10 وزراء جدد اليمين الدستوري أمام الرئيس مرسي. الزميل هشام مهران يطلعنا في اتصال هاتفي على تفاصيل هذا التغيير الحكومي. هشام تفضل. نعم، بالفعل أدى الوزراء الجدد في حكومة الدكتور هشام قنديل اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي قبل ظهر اليوم، وشمل التعديل الوزاري 10 وزارات، أبرزها وزارات الداخلية والمالية والكهرباء والنقل والاتصالات والطيران المدني والتموين. وقد عقد الرئيس المصري محمد مرسي اجتماعا مع الحكومة الجديدة أو الحكومة بتشكيلها الجديد. كان المحور الرئيسي لهذا الاجتماع هو تحسين الاقتصاد. يعني وفق تصريحات لرئيس الوزراء عقب هذا الاجتماع، فإن الحكومة الجديدة أو بتشكيلها الجديد ستعمل لكل المصريين ولن تعمل لصالح حزب أو فئة بعينها. يعني تغيير 10 حقائب وزارية في حكومة الدكتور هشام قنديل أثار العديد من ردود الأفعال في الشارع السياسي المصري، خاصة بعد أن زادت نسبة الإخوان المسلمين في الحكومة بالتشكيل الجديد. قوى المعارضة والتيارات المدنية تتحدث عن أن جماعة الإخوان تزرع عناصرها في الوزارات للتأثير على الانتخابات البرلمانية القادمة في غضون الشهرين القادمين. ايضا عبرت القوى المدنيه عن قلقها من تغيير وزير الماليه، مشيرين الى ان وزير الماليه الجديد جاء لتمرير مشروع الصكوك الاسلاميه المثير للجدل والذي تعتمد عليه الحكومه لتدبير عجز الموازنه الفادح في الموازنه المصريه، خاصه وان وزير الماليه السابق كان قد عالج بعض النقاط التي كانت محل انتقادات في مشروع تقدم به حزب الحريه والعداله الاخواني فيما يتعلق بالصكوك
الإسلامية. أيضا القوى السياسية المدنية تتحدث عن أن إخفاء وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين عن موقعه يعود إلى رفضه قمع المتظاهرين حول قصر الاتحادية في أحداث قصر الرعاع التي وقع نتيجتها عشرات من القتلى والجرحى. أيضا تحدثوا عن أن إبعاد وزير الداخلية جاء بتوصية من جماعة الإخوان المسلمين، رغم أن عمل وزارة الداخلية في الفترة الماضية كان جيدا وأنها التزمت الحياد في التعامل مع مختلف القوى السياسية. بالمقابل فإن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وعلى لسان رئيس الحزب دعا الحكومة الجديدة أن تلتزم بالتشاور مع الأحزاب السياسية وأن تتجنب ما وقعت فيه من قبل من الانفراد بالقرار حسب قوله، وطالب القوى السياسية بأن تتجاوز خلافاتها والتعامل مع الحكومة الجديدة من أجل عبور الأزمة الاقتصادية الحالية التي تهيمن على الأوضاع في مصر. الدعوة السلفية وهي الحديث الرئيسي لجماعة الإخوان تحدثت بشكل أكثر وضوحا عن أن التعديلات الوزارية في حكومة الدكتور هشام قنديل هي تعديلات محدودة، وأن الحكومة برمتها هي حكومة مؤقتة لن تستمر سوى عدة أشهر قادمة، وسيتم تغييرها مرة أخرى بعد انتخاب مجلس النواب القادم. يعني هذا التعديل الوزاري يأتي فيما تواجه مصر أزمة اقتصادية خانقة نتيجة التراجع الكبير للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. وتعاكل الاحتياطي النقدي المصري وتصفيه التصنيف الائتماني لمصر. ومن المعروف أن الرئيس المصري محمد مرسي سيستقبل غدا بعثة صندوق النقد الدولي لشرح أسباب تأجيل القرض الذي تطلبه مصر من الصندوق، وهو ويبلغ حوالي 4 مليارات و800 مليون دولار. مراسل ام تي في في القاهرة هشام مهران، شكرا لك. أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي مقاطعته للجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لبحث التطورات في المدن السنية احتجاجا على أداء الحكومة. وجميع هذه الكتل جزء من الائتلاف الشيعي الحاكم الذي يضم أيضا التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي. دعا مجلس الشورى الإيراني إلى تحرك قضائي بحق عدد من رجال الشرطة المسؤولين عن وفاة المدون ستار بهشتي في الاعتقال. وأوضح تقرير البرلمان أن 7 عناصر من شرطة الإنترنت تصرفوا مع المتهم بطريقة مخالفة للقانون والقواعد الإسلامية، وأن 3 منهم قيد الاعتقال. قتل 4 أشخاص وجرح 15 في تفجيرين انتحاريين استهدفا اجتماع زعماء قبليين في جنوب أفغانستان. تحدث شهود عن انفجارين متتاليين ورصاص أسلحة من عيار صغير في ولاية قندهار المضطربة قرب الحدود مع باكستان. في الولايات المتحدة قتل 3 أشخاص في عملية احتجاز رهائن انتهت بقيام الشرطة بقتل مطلق النار في مدينة أورورا في ولاية كولورادو التي شهدت الصيف الماضي عملية إطلاق نار دامية في إحدى صالات السينما. قوات الأمن تدخلت وقتلت المسلح وفق محطة تلفزيونية محلية تعذر عليها تحديد هوية الضحايا ودوافع مطلق النار. بعد الإعلان من بيع السمك إلى النجومية. أهلا بكم إلى القسم الأخير من نشرة بيروت اليوم. بيع الأسماك أوصل أحد الباكستانيين إلى النجومية، تقرير لإرسل دكاش. ببداية مع نغمة بسيطة ووضع الكلمات المخصصة لجذب الزبائن، انتهى الأمر ب 8 مليون مشاهد على موقع يوتيوب. عم نحكي عن الباكستاني محمد نزير المهاجر إلى بريطانيا وبيع السمك يلي طلب منه أنه يتقرب من الزبائن بطريقة مهضومة، فقرر أنه ينادي على البضاعة بطريقة سلسة وبتفوت على القلب. وسرعان ما كتب كلمات الأغنية يلي طبعا بتحكي كلها عن الأسماك، وصاروا المرة يصوروها ويتناقلوا الفيديو على يوتيوب، لحد ما انطلق أول فيديو رسمي لأغنية One Pound Fish ب10 كانون الأول. الأغنية مدتها 2:30 ويشارك فيها مع محمد بوليوود ستايل دانسرز.
الأغنية هي بالمرتبة 29 باليوكي سينجل تشارت وبالمرتبة الخامسة باليوكي دانس تشارت، وقدر يحصل محمد من وراها على عقد غنائي مع إحدى أهم الشركات العالمية. نجم ون باوند فيش حاليا رجع إلى باكستان لأنه خلصت إقامته ببريطانيا، لكنه أكد رسميا من أيام قليلة أنه ما تم ترحيله من البلاد من بعد ما سمع شائعات كثيرة عن الموضوع، وهو سرعان ما تتضبط أوراقه رح يرجع، خصوصا وأنه عم يستفيد حاليا من عودته إلى بلده ليتمتع بنجوميته هنيك، وكمان رح يقدم على الفيزا إلى فرنسا بما أنه مطلوب لتقديم حفل كبيرة. إلى صفحة متفرقات سريعة. الممثل جيرار ديباردو تسلم رسمياً باسبور الروسي. الممثل يلي عملت قضيته خضة كبيرة بفرنسا إثر رفضه قرار رفع الضرائب على أغنى الأغنياء. التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجلسوا سوا إلى مائدة الطعام. بوتين أكد أنه صار في علاقات مميزة بتجمعه مع هالممثل الشهير رغم المرات القليلة يلي التقوا فيها. الحرارة المنخفضة ما أثرت على حرارة القلوب المشتعلة، فبالصين عقد 16 كوبل قران خلال مهرجان الثلج والجليد يلي بيصير كل سنة بهاربن وبيجذب عدد كبير من السواح من مختلف أنحاء العالم. مهرجان بالم سبرينغز الدولي للأفلام جمع السنة عدد كبير من ممثلي الصف الأول وتقدمت جوائز لعدد كبير منهم مثل بن أفليك، برادلي كوبر، نيومي واتس وغيرهم. الحفل بيعتبروا كتار انطلاقة غير رسمية لموسم تقديم الجوائز بهوليوود. مسابقة مميزة عم بتصير بجورجيا وتحديدا ببيت راحة للعجزة، عم تسمح لهم أنهم يعبروا عن كل شيء بحسوه وأنهم يقدموا عروض مميزة بحبوها مثل الغناء والرقص. المشاركين كلهم عمرهم فوق 70 سنة، وهالمسابقة يلي عم بتصير للسنة 9 على التوالي صارت كتير شعبية بالبلاد. بهذا نأتي إلى ختام نشرة بيروت اليوم للأحد. نذكركم أن بإمكانكم متابعة أخبار الـ MTV عبر تويتر MTV Lebanon News، عبر فيسبوك MTV Lebanon و MTV.com.lb. القسم الثاني حوار تشيها الزميلة منى صليبة مع مديرة مكتب الحياة في باريس السيدة راغدة درغام. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.